اش اللي اخذ تطورات كبيره بعد جلسه التقرير؟ اليوم تم الاستماع للاب في هذه اللحظات، تم الاستماع للاب ديال الضحيه والشهيد انوار من طرف قاضي ديال التحقيق الوكيل الملك في الجلسه، وتم الاستماع ديال الاقوال ديالو بالحضور ديال المحامي، وكذلك تم تقديم المتهمه. لحد الساعه ليس هناك شي حاجه جديده، لان باقي ما كايناش المواجهه ديال الاطراف، باقي الاستماع ديال كل طرف بوحده، وبالتالي لم نطلع بعد على الاقوال ديال المتهمين، الشخصين اللي متهمين، البنت ويمكن شي واحد قريب ديالها، ولكن سمعنا الاقوال ديال الاب، والاقوال ديال الاب هي الاقوال اللي قلناها كامل دائما، انهم دخلوا للغرفه والدار ديال الشهيد انوار المرحوم وجدوا ابنهم اللي هو مقتول، وبانهم ما كيعرفوش بان الابن ديالهم عنده شي عداوه مع اي شخص، ولا عنده شي انتقام ولا شي حاجه من اي شخص ولا اي حاجه التي تبرر هذه الجريمه. كاين موعد اخر، جلسه اخرى في الاسبوع القادم، ربما تتم المواجهه، ربما تتم المواجهه في الاسبوع. شنو اللي توجهت للمتهم؟ احنا باقي ما بقينا كنقول باقى التحقيق، كنطالعوا في بعض الصحافه وبعض المواقع بانه مصادر عليمه بان التهم كذا. انا ما انا شخصيا كواحد متبع العائله وحاضر، انتم يلاه دابا تسالات وكيهضروا على التهم جات والتحقيق باقي، فوقاش كتصدر التهم؟ المنطقي واللوجيك الانسان اللي يطالع الاخبار تصدر التهم بعد انتهاء التحقيق، الان باقي جلسه التحقيق، واش غنسبقوا التهم مع التحقيق؟ راه المفروض وقانونيا التحقيق اولا، ثم بناء على التحقيق وخلاصه التحقيق نصل الى اصدار التهم والى تعيين المتهمين، واش واحد واش جوج ولا ثلاثه. خاص انا ندائي للوسائل الاعلاميه انها تثبت من اي، لان الراي الحاله فيها راي عام وطني وفيها القلب ديال العائلات، كاين عائلات ما كاينش عائله وحده، كاين عائلات شفقه ورحمه بالعائلات. منين نخرجوا شي خبر؟ نخرجوا خبر الله يعطيكم السر اللي هو اكيد، لان قبيله كنطالع على واحد مصدر ما نسميهش، باقي التحقيق ما كاينش، باقي ما كاينش الاستماع. الان كما قلت لكم تم الاستماع، يلاه هذه تقريبا دابا شحال الخمسه قلقسم، يعني راه حنايا هنايا من 10 الصباح حتى لدابا الخمسه قلقسم، الا كاين مباشر تم الاستماع لهم جوج موكل الملك ومقاضي التحقيق، وهذه تقريبا واحد 10 دقائق بساله ومشى لجلستين ثانيه في الاسبوع القادم ان شاء الله. هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشيء انا راه كنقولها ونعاودها، هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشيء تعرضت، هذه اقوال ديال المتهمه، والمتهمه المفروض اللي كنعرف انا وانا حدا المحكمه، ان المتهمه ملي كتكون في حاله اعتقال، ملي كتكون في حاله اعتقال يمنع عليها التواصل مع اي كائن كان. احنا كنخافوا من حاجه وحده، الظلم. كعائله كنخافوا من الظلم، ما باغيني تظلم حتى واحد. يكفي ظلم انور ومرحوم ومات، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يصبر والديه، ما بغينا نظلموا حتى واحد، بغينا حاجه وحده، الحقيقه، كل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. وإلا كانت مظلومه اول وحدين غنتعاطفوا معاها حنايا، ما يمكنش نرضاو بالظلم كيفما كان هذا الظلم ومن اي شخص كان هذا الظلم، ولكن بغينا الحقيقه كل الحقيقه، ومن حق اي متهم يعطي المبررات ديالو، غير تلك المبررات اما ستصمد امام الحقائق وامام الوقائع، او ستنهار امام الوقائع والحقائق. نحن لا نتهم لحد الساعه اي احد، لنا ثقه كبيره في القضاء المغربي خاصه في مثل هذه القضايا، لنا ثقه كبيره في المحققين، لنا ثقه كبيره في الامن، لنا ثقه كبيره كذلك في الصحافه اللي توصل الحقائق، وبالتالي ما عندنا اللي عنخافوا عليه مشى مسكين،
اللي غنخافوا عليه الله يرحمه مسكين مشى الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، واللي غنخافوا عليها العائله والحاله ديالهم. انتم شفتوا الاب ما قادرش يهضر والام مسكينه في حاله ما خداش كذلك، راه البارح تم عرضوا على طبيب نفساني، راه في وضعيه راه وضعيه انهيار عصبي حقيقي، انهيار عصبي حقيقي، والبارح تم عرضها على الطبيب النفساني ونصحها بان المتابعه، وبالتالي ما بغينا تظلم حتى واحد وبغينا الحقيقه كل الحقيقه.